اشتكى أهالي ناحية سدة الهندية الشمالية محافظة بابل من غرق العديد من أطفالهم في النهر قرب منازلهم، حيث حملوا الحكومة مسؤولية ما يحدث لأبنائهم، لأنها أي الحكومة لم تقم بإنشاء أماكن عازلة بين المدينة وجدول المياه، وأيضا لم تضع أماكن مخصصة للنزول والخروج من الجدول في حال سقط أي شخص فيه سهوا. واشتكى أيضا بعض الأهالي من إهمال الحكومة لهذه المنطقة ومن طريقة إنشاء الجدول الذي أودى بحياة أكثر من 7 أطفال من أهالي المنطقة حتى الآن. فنشاهد. حتى درج تريد 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 اللي يغرق ما تقدر تطلع، حتى اللي تريد تطلع ما تقدر، لان انت تغرق وياه، عرفت؟ يعني كل 500 متر مسوين لو بايتين. هذا الطفل هذا ما حد يدري مين شلون راح ضحيه. هيك بس هو الطفل هذا عند ابوه، بس هذا عنده بالقهر يلا صار عنده، عرفت؟ وهاي الشغل تقريبا من تقريبا ثلاث كيلوات، ما بي حتى نزلة، ما بي هذا درج ماكو. هذا احنا نريد لنا سياج هنا، لانه عندنا اطفال هنا. انا عندي ابني عمره 10 سنين، انا علمته، لانه نزلت هنا والله قلت انا ارد اعلمه وعلمته في سبيل الله. واحد خلي دفع يغرق، عرفت؟ هاي اهل المنطقه هسه كلها تعاني من هذا الامر. طفل يطلع من البيت شو فهمه؟ طفل بريء صغير لا يفهم لا العقل، بعده مو كامل العقل، او جاي تروح لنا هواي حوادث من وراها. احنا ناشد الحكومه المسؤولين بالدوله يشوفون هاي الاطفال جايه تروح، يعني هاي ما تاثر على البلد، ما تاثر على اهاليتها، ما تاثر على يعني كل شيء متاذين من ورا هذا، من ورا الشط. يعني هو وين يروح؟ هو بيته لا عنده إمكانية يشيل، لا غصبا عليه، هو طفل بريء، طفل شيء أي كومة أطفال جاي تروح من وراء هذا الشط قريب عليها.